حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المنامة الكاتبة الصحفية والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر. بعد التحية أستاذة سوسن، يعني بالنظر إلى التاريخ القطري المسيء على مستوى النظام للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وأيضا لدول عديدة على مستوى المنطقة، جاء هذا القرار بقطع العلاقات، يعتبر قرارا جماعيا وليس فرديا، لم تتفرد به أي دولة بعد سنوات من استمرار النظام القطري في زعزعة الأمن والاستقرار، ويأتي إعلان وزارة الداخلية يوم أمس باتخاذ هذا القرار بمنع إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين إلى داخل المملكة. كيف ترين هذا القرار في سياق الأزمة القطرية؟ في نقطتين مهمين في هذا البيان الأخير والقرار الأخير اللي البحرين أعلنت عنه. أهم نقطتين هو نحن لا نستهدف الشعب القطري الشقيق، نعم، بل بالعكس، يعني جلالة الملك وجه لهم تحية في أيام العيد وقبل أيام، يذكرهم فيها بالعلاقات الوثيقة بين حكم آل خليفة للزبارة والمنطقة الشمالية في قطر، بأن هناك علاقات وثيقة بين الشعبين وبين الحكم في البحرين وبين الشعب البحريني والقطري. فإحنا لا نستهدف الشعب القطري، بالعكس، يعني القرارات التي اتخذت مؤخرا هي قرارات أجبرت عليها البحرين لحماية أمنها، لأن النظام القطري مع الأسف يعني استغل هذه الروابط وهذه العلاقة لمزيد من الإساءات ولمزيد من الدسائس والمؤامرات، و يعني لم يعني يبقي ولم يذر مثل ما يقولون في العلاقة الوثيقة أي مكان. النقطة الثانية وهي مهمة، أن احنا لا نقطع العلاقة فقط لأن النظام القطري يسيء للبحرين، إنما يسيء لدول الخليج كافة، لأمن للأمن العربي. والأهم، الإساءة التي يعني حدثت في الآونة الأخيرة هي التي استدعت هذه الإجراءات، الإساءة للمملكة العربية السعودية أيام الحج، في حين يشيد كل العالم بإجراءات يعني بنجاح الحج، يعني التنظيم العالمي اللي أبهر كل دول العالم بحسنه وبأدائه وامتيازه في كل القطاعات، تأتي يعني قطر وتسيء لهذا الإنجاز وكأن هناك غيب لا تستطيع أن يعني تخفيه. نعم. فلن تبقى يعني قناة، سواء كانت قناة الجزيرة، تم رصد أكثر من 80 تقرير في 3 أيام فقط في إساءة للسعودية. القنوات التي تمولها قطر سواء في لبنان أو معها إيران أيضا وتركيا، تم رصد مئات التقارير التي عرضت في القنوات الفضائية، حتى التقارير الإلكترونية التي عرضت على المواقع الإلكترونية، 280 تغريدة، 280 ألف تغريدة تم رصدها في 3 أيام فقط. كل هذه الإساءة لأن فقط السعودية نجحت في تنظيم الحج، وهو شرف يعني تفتخر فيه المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. هذا النجاح هو الذي أثار قطر في الفترة الأخيرة فزادت من إساءتها. لا يمكن أن تقبل البحرين هذا يعني هذه الإساءة بهذا الحجم للمملكة العربية السعودية. أضف لذلك دعمها للحوثيين، وإحنا في حرب، إحنا في حرب، لنا جنود هناك، أبنائنا هناك، سواء إحنا أو الإمارات أو السعودية. في نفس الوقت قطر تفتح الباب للحوثيين إعلاميا وماديا. قطر أفسدت حتى المؤتمر الشعبي الذي أراد أن يوحد جهود اليمنيين كي يخفف من معاناتهم وكي يقطع علاقة المؤتمر، حزب المؤتمر، بالحوثيين، وكانوا على وشك أن يعني ينجح هذا الجهد، ولكن تدخل القطري في الآونة الأخيرة. نعم أستاذة سوسن، يعني النظام القطري اتخذ العديد من الإجراءات منذ أكثر من عام ليحاول أن يدق الأسافيل بين الدول العربية، حاول أن يربط الشعب القطري الشقيق بالنظام وبإجراءاته،
وبدعمه للإرهاب وبكل ما اتخذه من سياسات هدامة على مستوى المنطقة، والآن يحاول أن يسيء للمملكة العربية السعودية التي نجحت بامتياز في موسم الحج الأخير. كيف من الممكن أن يعني تساهم مثل هذه القرارات التي اتخذتها مملكة البحرين واتخذتها أيضا الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من يعني وقف هذه المحاولات القطرية الخبيثة والمستمرة للإساءة بشكل أو بآخر للدول الأربع وللدول العربية بشكل عام؟ البحرين والدول الأربع تحاول أن يعني تحمي أمنها. للإجراءات التي تتخذها سواء كانت البحرين أو السعودية أو الإمارات أو مصر هي لحماية الأمن، وليس فقط أمن الدول الأربع، إنما أمن المنطقة ككل. قطر تتحالف مع إيران في جميع تحركاتها، ويتعلن هذا التحالف وهذه العلاقة الوثيقة التي بدأت تزيد من روابطها في الآونة الأخيرة. كلما يعني زادت إيران من شرها ومن إذائها لدولنا زاد التقارب القطري الإيراني، وكأنها تفعل كل ما هو في إساءة وشر لدولنا الأربع. فإحنا بإجراءاتنا هذه اللي اتخذناها كل اللي نفعله هو حماية لأمننا واستقرارنا ومنعا لدخول يعني من يعني ممكن أن تدسهم قطر في إفساد الأمن في دولنا. أديك عن الدول الأخرى، يعني في أوروبا أيضا هناك دعم لكل المخربين لكل الإرهابيين اللي موجودين في اللي أسقطت عنهم الجنسية، تجد دائما كل تحرك لهم هناك دعم إيراني قطري وتحالف إيراني قطري للإساءة لنا وللأضرار بأمننا. فإحنا نتخذ إجراءات لحماية أمننا أولا، للرد عن الإساءات التي طالت المملكة العربية السعودية ثانية وللإمارات، ولا يمكن أن نقبل بهذه الإساءة. البحرين دائما سباقة في حفظ أمن أشقائها وجيرانها، واتخذنا هذا القرار لنؤكد أن احنا مصيرنا واحد ولا يمكن أن نقبل بإساءة أو إضرار بأشقائنا. نعم، من المنامة الكاتبة الصحفية والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.